وسلم عليك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد بنا اللقاء في الموعظة الحسنة لنستكمل ما ذكرناه بالأمس حول كثرة اللاءات وأثرها، أثر هذه الكثرة في إنشاء حالة من العنف النفسي الخطير جدا عند البني آدم اللي بيتقال له لا لا لا. واحد بيرجو، أو عيل صغير نفسه منعينه ويقعد في أوضة من الأوض يقولوا له لا، طب يا ماما أذاكر ينفع أذاكر هنا؟ يا ماما تقول له لا. طب يا بابا ممكن ينفع أقعد جنبك؟ يقول له لا. طب يا طنط ممكن ينفع أكل معك السوداني؟ تقول له لا 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 لا. لما ينفجر النهاردة زي ما وعدت حضراتكم امبارح إن مش هيتقال لك لا باللسان، ولكن هيتقال لك لا بالحال. حالك انت اللي هيقول لك لا ولا ولا. بص، انا مدي مثال بالامور ده، حد ما يعرفش ده؟ الجنيه الغالي علينا، عملة بلدنا. ممكن نعمل حوار بيننا وبينه؟ يعني لو انا ما معيش الا الوان ايجيبشن باوند ده، الجنيه الوحيد ده، وبكلمه ممكن تجيب لي سندوتش كبده يا جنيه؟ مش عارف منى هتعرف تجيب صوت تحطه على الجنيه؟ هيقول لي لا. ممكن يا جنيه تجيب لي شقه؟ لا. ممكن يا جنيه تجيب لي كتاب نفي الفقر عن الرسول مع انه ببلاش؟ لا. ممكن يا جنيه تجوزني؟ لا. ممكن يا جنيه تكفيني نور طول الشهر؟ لا. ممكن يا جنيه تجيب لي طعميه نظيفه؟ لا. ممكن اعمل ايه انا دلوقتي؟ خبر اسود، انا اموت. حالنا لازم يتغير علشان حالنا ما يقولناش لا 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 لا. يعني ممكن يبقى معنا مبلغ نقوله ممكن تجيب لنا شقه ثلاثه وريسبشن، المبلغ ده انه يقول لنا اثنين ممكن، اوضه وصاله ممكن، انما الامور ده ممكن تجيب لنا متر في متر في تخشيبه في سجن حتى؟ لا. يعني لقيت حالنا يبقى صعب، حالنا صعب. عقولنا عقولنا، انت ممكن يا عقلي، ممكن يا عقلي تستوعب اتنين سين يساوي عشرة تبقى السين بكم؟ ما حد ممكن لو قال لا قدر الله، ايه ده؟ ايه ده على اتنين سين؟ طب وبعدين لو كانت سين تربيع؟ طب لو كانت سين تربيع ناقص اتنين تلاتة على تلاتة معرفش ايه تساوي طه؟ تساوي كام؟ القوة قاف تساوي كام؟ ومقاومة الريح؟ ودخلنا في الميكانيكا هنقول لا. طب لو دخلنا على النحو بقى وإعراب الكلاكيع؟ لا. طب لو دخلنا بقى على أكلون البراغيث وأكلون البهايم وأكلون ويتعاقبون فيكم هو ده ايه ده؟ حالنا في العلم هيبقى لا، حالنا في الفلوس هيبقى لا. يبقى احنا ننتظر الموت. المشكلة بقى ان الموت الآخر يقول لا، لكوا أجل لا بد أن تبلغوه. طيب يا سيدنا، يا أملنا، يا اللي هتريحنا من لاءات الدنيا، ما عندكش فكرة الـ 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 الوقت الجميل اللي هتاخدنا فيه إمتى؟ يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني كمان احنا مش عارفين، يعني مفيش حاجة أبدا تقول لنا نعم. أعتقد الدنيا كلها تقول نعم، مش ممكن تقول نعم، لا تقول نعم. إذا كان اللي عايش فيها ملك، ما هو الإسلام عمل أعمال جبارة عشان يعتق الرقاب، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة.
فكر يا قابلي ان العبد ممكن يقف قدام سيده اللي هو من البني ادمين برضو يقولوا لا 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 لا؟ عبد جاريه انت نفسك قوي تقولي وانا جاريه وانا انا زي الجاريه انا ده كان زمان، دلوقتي بتقول انا زي الطوبه انا زي ما اعرفش ايه. يقول له ممكن سيدي اتجوز؟ يقول له لا. حتى في الاسلام يقول له ممكن احج؟ يقول له لا. ناخد فاصل يا فندم؟ حاضر، ناخد فاصل قصير ثم نعود فانتظرونا. يا حبيب الله، حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن أصحابك وأتباعك بإحسان إلى يوم الدين. برحب بحضرتكم مرة أخرى لأقول الإسلام أراد لكل أتباعه، يعني لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يكون سيدا. حرر الناس من العبودية علشان كثرة اللاءات. مع كثرة اللاءات لا يمكن يكون للحياة طعم ولا لون ولا ريحة. اللاءات دي لسان الحال يوجع، المصيبة يوجع مين؟ برضو نقطة تانية وفكرة تانية، يوجع اللي بيحس، يوجع اللي عنده دم بالبلدي زي ما بنقول، يبقى حاله كرب. وبعدين يتمسح في الدين، شفت في الدين، ويقول لك أصلا أنا مش ناعل الدنيا هم، أصلها ربي يدبرها. دجل. لما ننطق عبارة صحيحة وإحنا مش فاهمين معناها، لها ربي يدبرها، هو لسه هيدبرها النهارده. ربنا لله امور يبديها ولا يبتديها، يعني من قبل ادم وهي مدبره، من قبل ادم وهي مسخره. فين البني ادم الذي سخرت له الحياه الدنيا حتى الريح؟ فين؟ بيتفرج على ماتش كورة، قاعد على قهوة، بيعمل إزعاج، بيتوب بطريقة وحشة، بينام، بيصحى عشان يتشاكل. عندي مأساة جاتني امبارح، سؤال وجع لي كل ما فيا. زوجة بتقول لجوزها، كلما، مش بتقول، كلما هي والأولاد يقولوا له ادينا 10 جنيه على الرم، يروح ربنا ياخدكوا. طب ما هو ياخدهم، حتى ما انت محتاج 10 و10 و10 تجيب كفن وممكن تجيب غيرهم برضو. يعني ايه ربنا ياخدكوا؟ يعني ايه ربنا ياخد؟ ما هم لازم ياكلوا، ما هم لازم يشربوا، ما هم لازم يلبسوا، ما هي النفقه واجبه عليك، ما هي الحياه غلط. ما كانش لازم تتنيل، يعني تتجوز من الاول، واخد بالك؟ فلسان الحال اللي هو بينطق بلغة مش مكونة من الألفابت أو من ألف به، ينطق بلغة تخبط كده اللهدة، زي لهدها، زي الحديث بتاع مسند أحمد، فلهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدرها، يعني خبطها كده. لسان الحال يوجع. بعدين أنا حتى بأول قول الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مش بس تبص المراية وتقول الله عليا، يعني ربنا خلقني حلو أهو، ده بصصة نهبل. لا، يعني بص حتى ببيتك تلاقي حاجة قديمة، حاجة هتقع، الحيطة ميلة، الحنفية باظت، كله في دي تقتضي الظرفية. أول معناها الظرفية. فبص في نفسك، يعني وفي بيتك وفي عيالك، ويحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف للمساكين المحترمين. معك مين بتقولي؟ روحية برضو، مش عارف مين. أم رحاب. يلا يا أم رحاب كده سمعينا الصوت. ست أم رحاب، ألو. أي يا فندم. أيوة لو سمحت أكلم الدكتور. أنا معاك أهو، قولي. حضرتك معايا؟ أيوة والله. أيوة. لو سمحت والله. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله. بقول لحضرتك أنا عندي 70 سنة. طيب اسمعيني بقى، وطي التلفزيون. طيب ماشي، وطي الصوت. حاضر.
وطيت لو سمعت. يلا تفضلي. انا عندي 70 سنة. قدامك والله يحفظك يا رب يا رب. ومعايا 5 أولاد. ايوه. فانا جوزتهم الخمسة. ايوه. لكن معايا ولد منهم ظروفه تعبانة. فانا لما كحلت على المعاش خدت فلوس وحطتها له في البوسطة لانه ما بيشتغلش يعني. ايوه. وانا اللي بصرف عليه. ايوه. وكان معايا فلوس تانية برضو من المعاش. ايوه. اديتهم لجوز اخته يفتح له بيهم حاجة يعني. ايوه. فهل حرام ان انا حرمت اخواته مع ان اخواته موافقين ان انا احط له؟ بس انت حليت المشكله كلها ما دام اخواته موافقين انك تحط له، انت كفتيهم المؤونه بدل ما يتضامنوا كلهم ويعينوا اخوهم. لا، هم موفقين وبيشتغلوا وده حظه عاثر. أيوة. ربنا يخليك له، ادتي له فلوس واخواته موافقين. بس المشكله لعله يتذكروا او يخشى فينجح في المشروع، ويكون انت كمان لعل الاول اللي هو زوجة اخته يكون امين وما يسفش من الفلوس شوية او يسفهم كلهم. يعني برضو مليون لعل عندنا، لكن الحكم الشرعي للي انت عملتيه مدام قوته موافقين الف هنا وشفة وربنا ينفعه. معنا روحية سلوى. قولي يا سلوى. مساء الخير يا دكتور. نور يا فندم. سمحت السؤال بس لو واحد توفى. ايوه. كان توفى وكان متجوز مثلا حد من ولاده، ولما توفى كان فيه لسه حد ما اتجوزش. هل ياخدوا فلوس لجوازهم وبعد كده نقسم الميراث؟ لا ابدا، ما يحصلش. او ما تعلموش. او ما تعلموش او اي حاجه في الدنيا. اللي خد مناسبه لظروفه في حياه وليه ابوه او امه، ده بقى مات بقى الميراث من نفس اللحظه اللي مات فيها. مفيش حاجه تبعد عن الميراث وبعدين نوزع الميراث الا حاجتين، الوصيه والدائن. شكمنا لا جهاز عروسة لا تعليم لا، هنلخبط الدنيا ونبوظ الشريعة بقى بجد. يعني نعمل برتيتة نبوظ بيها الشريعة. يلا نروحي. يلا يا مين؟ اختها فتحية. معلش، لا احنا عايزين روحية الاول. سادزة، لما ربنا يقول من بعد وصية يوصي ويوصى وتوصون ويوصين في الحريم، راجل او ست او دايل، دي الحاجة الوحيدة اللي احنا نجنبها قبل ما نوزع المواريث. واحد مات وساب 1,000,000 جنيه، احنا اول حاجة هنطلعها تمن الخارجة بتاعته، يعني من فلوسه هو بيتكفن من فلوسه، وبعدين في وصية او في دين ونوزع المواريث. هيجي محمد اللي هو كان عايش في حياة ابوه، وابوه جوزه وكان ناوي يجوز احمد فمات، فمحمد اللي اتجوز هياخد من 1,000,000 جنيه 200,000. زي مين؟ زي حمادة احمد 200,000. احمد ممكن يبقى ماشي في الشارع ويقول لاخوه يا ابن اللذين، واخد 200,000 زي، وابوك مجوزك وجاب لك سرير والراديو عليه او دولاب والراديو عليه، وانا كان هيجيب لي ما تديني من 200,000 بتوعك اللي ابوك دفعهم لك. ناو او على راي خيره وان، احلى وان في الدنيا. ايه ده؟ محمد هياخد 200 اللي ابوه ساعده، واحمد هياخد 200 اللي ابوه كان منوه يساعده. ولكن سبق القضاء. نشوف بقى الورقه الاولى، شوف الدين الورقه الاولى كده، اللي اتصرف عليه ياخد 200 واللي ما اتصرفش عليه هياخد 200. بتبتدي ورقه ثانيه ان محمد ممكن يدي 200 بتوعه لاخوه بعد ما يقبضهم. خلصت ورقه المواريث، بدأت ورقة التكافل، التضامن، التراحم بين الأخ وأخيه.
طب ما هو مش هيديله. ما انا من الشرطه، انا عليا اقول لحضراتكم المفروض يكون كده، ما كانش كده نبوظ الشريعه. يعني اوعوا تفكروا ان احنا لما نقول ما هو لما نعمل كذا تبقى كذا، يبقى معناها بنقول لربنا انت مش حكيم يا رب. لما تقول لنا الكلام ده بيقوله فلان الفلاني وعلان العلاني، ما انتش حكيم. الا يعلم من خلق؟ لا ما تعلمش من خلق. ما احنا لو نفذنا شريعتك هتضيع الامم خيبه، ما ينفعش. بالذات في اللي انا بقوله ده في الاصول، في الاصول. يعني انت مثلا ما تقوليش ان في واحد، انا قلت لكم قبل كده في الموعظة الحسنة، اب مات وترك ولد بقى استاذ في الجامعة، وقبل ما يموت بسنتين ثلاثة ربنا رزقه بصبية كلها رقة وحنية، خلف منها واد، وهو بيقول واء مات الراجل. استاذ الجامعة ده كان راح ابها معايا مثلا، وطلع من ابها بمليون جنيه وعمل عمارة في أول جمال ولا حاجة، واللي بقول واق ده في اللفة، وأستاذ الجامعة ده بيعمل كتاب بكمان مليون جنيه، وركب عرباية ومتجوز بنت صبايا ومخلف واد وبنت بطائية. طيب وزعوا الميراث بتاع الحاج؟ في حد ممكن يقول لي إيه؟ معقولة هتساوي بين الراجل المليونير ده وبين الطفل الغلبان ده؟ ما نعمل ايه يا ابو العريف؟ لا يا اخي، نحرك ادموغنا يا اخي. ربنا قال يتفكرون ويتذكرون ويعقلون. يعني نعمل ايه يا حبوكشة؟ ندي استاذ الجامعة ده 5000 جنيه من ريحة ابوه يشموه، وبقية المليون ياخدوا الواد اللي بيقول ايه. ولو جمعنا بقى في ليله سودة نباكز بقى، نقول ثلاثة باي هاي فيش في عينك نظر، ابكى بكى بكى، ما فيهاش الكلام ده خالص. الواد اللي في اللفه ده زي استاذ الجامعه، ده ابن الميت وده ابن الميت، ده نصيبه من الميت زي ده نصيبه من الميت، درجه واحده والنوع واحد، بنوته زي البنوته، بنوته مليونيره وبنوته لسه بيخرموا لها ودنها عشان يجيبوا لها حلقه، حلقه الاثنين ايكوال كده زي بعض، دي بنت اللي راح ودي بنت اللي راح، محدش يتدخل فيها اليوم القيامه، ولا يجرؤ ولا يقدر ولا يفكر ولا يفكر، بيضيع وقت وبيحرد في محروت. كان في ورقه تانيه اسمها ايه؟ اسمها ان الكبير ده هيشيل اخوه اللي في اللفه ده وهيربيه هيصرف عليه، مش هيسيبه يضيع. هيجي زعبولة في القلة يرد عليا أنا ويقول لي إيه؟ ما هو مش هيعمل، الزمن أصله خرب يخرب على دماغك. ما إن شاء الله ما إداله، أنا مالي؟ ما النار مستنية. أنا عشان أحفظه من النار advise him every time every Friday before Saturday أثناء البراي الصلاة، خطبة جمعة، وتقول له أخاك أخاك، قولي يا ست هانم. روحية رجعت نادية، قولي يا نادية. أيوة السلام عليكم. والسلام يا فندم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كنت عايزة، يا دكتور كنت عايزة أعرف كتب حضرتك بتتباع فين في اسكندرية عشان مش لاقياها. اسكندرية أنا أعرف إنها في كارفور أقل حاجة. طيب أقل حاجة، وفي جمعية الوجوه الناضرة في 9 شارع زكي بدوي ستانلي. روحي 9 شارع زكي بدوي في ستانلي هتلاقي كل كتبي هناك. قولي مين يا استاذه منى؟ استاذه منى روحيه معانا. ناديه ناديه تاني؟ سيد بيه، اتفضل يا عم سيد. مولانا السلام عليكم. انا تلبيه، معلش يا سيد هعطلك تمن ثانيه، انا بس تلبيه لان ده زميلي استاذ دكتور سيد الكيلاني، هكون ان شاء الله في كليه التربيه جامعه عين شمس الساعه 1 في ندوه مهيبه عن المولد النبوي، وان شاء الله في كليه التربيه جامعه عين شمس الساعه 1 يوم السبت باذن الله 12/12، واعتقد يوم الاربعاء 15/12 و16/12 في ندوه محرم بيه في اسكندريه. يلا هيص امرني يا عم سيد. الو الو يا سيد. طيب ان شاء الله يرجع سيد تاني
واذكر حضركم باللي انا لسه بقوله دلوقتي، ما يجيش واحد يقول لي ما هو مش هيديله، ما هو مش عشان مش هيديله اجي انا ماسك الفاس والمقطف والسكينه واعجن شريعه ربنا. ان شاء الله ما اداله. انت بقى دورك بعد كده تقول له ايه؟ اديله اديله اديله. ما هو مش هيسمع الكلام، ان شاء الله ما سمع. انا مالي، ان عليك الا البلاغ. انت عملت الصح ده. في امور كده، وفي امور بقى اللي هي بيخطبوا فيها الجمعه ويخطبوا ويكاد يكون قلبهم يقف من كتر هذا هو الاسلام، الاسلام الذي يدعو الى المحافظه على بابا بابا بيبا. كلام خارج الفايل، كلام خارج الموضوع. انا والكلام ده له اصل في العلم زي البرلنتي. عندي مثلا خيارات في كفارات، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، ها، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. ما يجيني واحد يسالني بانه قال والله من رايح لاخويا وجيه راح لاخوه اسمه ايه في الشريعه الاسلاميه؟ حناثة بثيه 3 نقط، يعني عليه كفاره يمين، ولقيت بسم الله ما شاء الله انه متريش وحالته زي الفل، اقول له من الاخر؟ اقول له صوم 3 ايام؟ هو ده بقى اللي يتفكرون ويتدبرون. وايه المصلحه؟ المصلحه ان الراجل ده يطعم 10 مساكين لانه يقدر يطعمهم. المساكين خدوا ايه من صيامه 3 ايام؟ اهو ده بقى العكل والباكل وكل حاجه، اللي هو حسب حال السائل. وفيك عنوان كبير في الحديث الشريف اسمه كده، كان صلى الله عليه وسلم يجيب حسب حال السائل. واحد مرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال وقال له إيه أحب العمل إلى الله؟ إيه أجمل حاجة ربنا بيحبها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الجهاد في سبيل الله. جيء نظر وان يعني واحد تاني بعد يومين وقال يا رسول الله إيه أحب العمل إلى الله؟ قال له بر الوالدين. جيء واحد ثالث نمرة 3 بعد يومين 3 أسبوع وقال له يا رسول الله إيه أحب العمل إلى الله؟ الصلاة على وقتها. فيقول لك السؤال واحد اللي هو ما أحب العمل إلى الله، والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف. فلماذا؟ الإجابة اللي تاخد تقدير امتياز من أول السطر إنه حسب حال السائل أو حسب الحال في المجتمع. واحد مهوي شوية ببر الوالدين، لسه مصطفى بيه زعيم المصورين تاريخي اللي بيصور لكم الحلقه النهارده مع ابتهال هانم، لو معاهم حد تالت حزعل لو ما قلتش اسمه، والاستاذ عادل بيقول لي انت احسن واحد في الدنيا بتكلمنا عن بر الوالدين، اهي جت بر الوالدين. واحد عنايات معانا، حاضر يا فندم، قولي يا عنايات. مدام حياتي ستي اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. بس انا عندي سؤال. انا ليا عمتي الله يرحمها كانت متجوزه فلسطيني ومخلفه 3 بنات. كانت متجوزه ايه؟ فلسطيني. ماشي، مسلم يعني. متجوزه 3 بنات. طيب. مخلفه 3 بنات. طيب. وبعدين هي عملت موقف، سابت بيتها وجوزها ونزلت بعد ما جوزها توفى هناك وهي ما تعرفش عن ولادها حاجه، جت اتجوزت مره واتنين بفلوس جوزها. في وجوده؟ لا، اهلا، بعد ما توفى على طول. يعني هي ما هو بعد 14 و10 ايام. خلي عندنا حسن ظن بالست. ايوه اتجوزت مره، يعني وفت عده. وفت عده، ايوه تمام كده، قوي تتجوز قوي. اتجوزت مره واتجوزت الثانيه بفلوس جوزها الله يرحمه. لا، ما فيش فلوس جوزها الله يرحمه يا اختي، ما هي ليها نصيب من الميراث بدماته يعني ذمته. لا، ما هي كانت بتصرف. ولا هي سرقت اللوكشه واتجوزت بيها وهنت العرسان الجداد؟ حضرتك لا، اخذت فلوس جوزها ونزلت. انت ايش عرفك انها خدت فلوس جوزها وهي هناك في فلسطين وانت في مصر؟ لا، ما احنا عندنا علم، لان هي دي. انتوا عندكم علم؟ جالكم العلم منين؟ بس عايز اطمن. هي كانت موجوده مع عندنا في اسكندريه. وقالت لكم؟ عارفين الوضع. وقالت لكم؟ لا، كانت عايشه في اسكندريه. استني عشان نوضح النقط. كانت عايشه مع جوزها الفلسطيني في اسكندريه؟ لا، كانت عايشة مع جوزها الفلسطيني في أريحة. ايوه.
والبنات التلاتة من الراجل الفلسطيني في أريحة. من الراجل أيوة من الراجل ده. ومات الراجل الفلسطيني أبو التلات بنات الله يرحمه في أريحة. أيوة. وهي خلعت جت على مصر وسابت البنات لعمتها وقرايبهم الفلسطينيين. واتجوزوا من هناك من. والله يصلح حالهم يا رب. أيوة. ماشي. وهي جت بقى العمة. هي بقى جت. جت استني بس، جت فتجوزت واحد في الأنفوشي. وصرفت عليه ودفعت له هي المهر. لا هي كان عندها شقه موجوده في اسكندريه اتجوزت يعني عندها شقه. هي اللي عندها الشقه. استني بس، عندها شقه بتاعت الراجل الفلسطيني. ايوه بتاعت الراجل الفلسطيني. وبفلوسها بقت تصرف على الجوازات الاولى والثانيه. طب الاولى دي يعني لما مات راخر ولا طلق؟ لا كان شاب صغير في السن وطلقها. بعدين اتطلقوا. برضك اتجوزت راجل تاني وقعد معاها كام شهر ولا سنة بالكتير قوي، وبعد كده اتطلقت منه. ايوه. اخواتها اتدخلوا وقالوا ان ده ما يصلحش، وطمعان في فلوسها وفي شقتها. كان حد معاها فلوس كتير قوي يخليها تتنازل عن الشقة بتاعتها. مين اللي خلاها تتنازل؟ ودي مش من حقها، كان عايز يضحك عليها ياخد منها الشقة يعني. الحمد لله انه ما خدهاش. الحمد لله. ايوه هتوقع في الشارع والله. الحمد لله بقى. هي بقى الحمد هي توفت دلوقتي. الله يرحمها. الله يرحمها. فطبعا سابت ولادها ما اخدوش حاجه ولا من ورث ابوهم ولا من اي حاجه. ليا ثلاث عمات بنات من حقهم يورثوا من الفلوس بتاعت جوزها، ومن حقهم يورثوا في الشقه بتاعت جوزها ولا لا؟ ما دام عارفين انها فلوس مش مظبوطه ما فيش حد يقدر يورث مال حرام. يعني انما طبعا لا طبعا انا عارف ان الشقه دي ابويا سرقها قبل ما يموت. مهما كتبها باسمه ما دام عندي علم انا يبقى اشوف ابويا ساب شراب حلال اورثه. لكن لو انا على بينه ان ابويا كذا ودخلنا هنا بقى في الاشكاليه بلاي اللي هي الكتابه والبالشفويه. اهو لو مسجله باسم ابويا رسميا حاورث رسميا واتخلص من الفلوس. اهو ده حاجه ودي نظرة حاجه. انا كنت مع ابويا وهو بيسلم المخدرات على المينا، فعارف ان اللوكشه دي كلها حرام. بس ابويا اشترى بيها شقه في الانفوش اللي انا بعشقها، او في سبورتنج عشان باكل فيها كوارع ام محمد مرات احمد داو. فممكن جدا اعرف ان الشقه بتاع ستانلي حرام اورثها ازاي. بيني وبين ربنا ما ورثهاش، لكن القانون بيقول انها ملك ابويا ومش شجله. طب انا اعمل ايه بقى؟ يبقى نورثها بالقانون ونمشي في الجوامع والحالات الصعبه يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف، ونتخلص من الاموال الحرام. ده اذا كنا متاكدين. بس والله يعني نراجع ونشوف الست، قد يكون فيه ميراث هناك في فلسطين. ما هو جوزها اللي مات الله يرحمه الفلسطيني، ممكن يبقى عنده شقة في اسكندرية واربع شقق في أريحة، فهي سابت الاربع شقق اللي في غزة او أريحة وجات يا ولدي للشقة اللي هي يملكها المرحوم في قد كنت نصيبها من الميراث. يعني العملية عايزة تحقيق دقيق جدا لكل شيء تركه الراجل علشان ما نظلمهاش، لانها تزوجت غريبة. مش معنى كده انها تاخد هوفو ابدا ابدا. انا بقول بس ما نظلمهاش، لاني انا مش هافتي فتوى اترفق بحالاتها. لا، اقول لاهلها ليك انتي اللي انت شايفه انها خدت فلوس الراجل صعبان عليكي، فكنت تصعب عليكي عمتك الاول وبعدين تغلطي عمتك. بس بعد ما تصعب عليكي عمتك انها اغتربت وانجبت ثلاثه بنات وعاشت حتى قضى زوجها نحبه ثم عادت الى مصر تطارد حلمها القديم بالاستقرار على عروس البحر الابيض اسكندريه، ترى هل تعود إليها نضرة الشباب ويسري الندى في أعضائها، وتتنفس رائحة البحر على أنها ما غادرت يوما وما سافرت عاما ولا اغتربت، وفتحت باب النافذة على أول موجة للبحر في صباح كل ما فيه ضباب سرعان ما انكشف مع ضوء الشمس، وكان ذلك الواقف تحت عمود الكهرباء الذي لما ينطفئ بعد لمحها، وبحس فيه عرف كيف يصطادها فاصطادها، ودخل شقتها وتمتع بأموالها، ثم فتحت نافذتها ذات صباح
ولم يكن إلى جوارها في فراشها فوجدته ومعه صبية صغيرة كان كالفراشين على جناح حلم لم يتحقق لها، وآلت قصتها معه إلى طلاق وتنفست من جديد وتزوجت آخر في ظل ظروف لا بيوت فيه تأوي مثله، وكان الثاني كالأول وهما عقب تأرمل، فدبت الحسرة في قلبها والحسرة تقتل، حتى لقيت ربها ممزقة تنزف دماء الفشل في كل مكان إلا في مكان شرع الله الذي لا يأمر بالظلم أبدا. أم مين؟ يا حبيبة يا حبيبة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مبروك. أيوه معاك يا أم حبيبة حضرتك. اتفضلي يا أم حبيبة. معلش أنا والدي توفى في شهر 10 اللي فات. الله يرحمه يا رب. لا الله يخليك. فعندي بنتين، واحدة 3 سنين وواحدة 8 سنين، فكان بيحبهم ويعزهم كل حاجة في حياتهم. أحفاده. أحفاده. فحضرتك والدهم أنا لما بحب أروح أزوره حضرتك في القبر بتاعه برتاح نفسيا. والد مين بالراحة بس علي عشان اتلخبطت، عشان الست اللي هي اتجوزت فلسطيني دي وقعدت أصور حياتها بأسلوب كأني كنت عايشه، بالراحة عليها شوية. أبوك اللي مات وانت عندك عيلين بتروح تزور أبوهم؟ إيه أبوهم رخر ميت؟ لا أبوهم عايش. بس مال بتروح تزوري مين في تربته؟ والدي أنا اللي توفى حضرتك. ايه المشكلة في كده يا ام حبيبة؟ ايه المشكلة يا ام حبيبة في كده؟ ما زوجي بيقول لي حرام زيارة القبور يوم الجمعة. يوم الجمعة؟ ايوه. لا مش حرام، قولوا له يا علي يا ابو حبيبة مش حرام لا جمعة ولا سبت، حرام بس يوم العيد. لكن بعد يوم العيد تروحي في اي وقت وتزوري، ولو مش عايزة بدل بيتريحك الزيارة نفسيا وبتعمل حاجة اسمها الهدف في دبليو اكس واي زد. الهدف من زيارة القبور لا بروح ازور ابويا ولا بروح ازور امي. ولكن قالت له أم المؤمنين ماذا أقول لا أبويا ولا جدي ولا ابن عمتي؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، غفر الله لكم ولنا. يعني وأقول أنا هو وتذكر الأشخاص وكل حاجة، فهنا فلان فلان اللي كان عامل فتوى، وهنا فلانة بقى اللي كانت بتسرح رموش عينيها بالبرجل والمسطره، رقدت زي البتاع زي القطه اللي ميته والتراب هياكلها او زمانه كلها. وتبقى الروح اما ان تكون في عليين واما ان تكون اسفل سافلين في سجين. وما ادراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. يا خبتي الهدف من زيارة القبور إن الزائر يتعلم ويتذكر بطريقة صحيحة الموتى، ده الهدف. لكن الفاتحة ويا رب اغفر له وانت على السرير وانت في لندن، لا بلاش لندن، وانت في أمريكا وانت في المملكة العربية السعودية بتاكل مندي وبتعمل عمرة، تشرب من زمزم وترجعي زي الفل. يلا مين اللي ايه يا فندم؟ كريم. بس انا نفسي اصلا زعلان، انا لازم في جمله كان لازم اقولها هقولها، اصل ممكن ابو حبيبه بفكرنا في فايل ممكن نفتحه اللي هو ايه، الزوج اللي مش عايز مراته تعمل حاجه يقولها حرام، اقول لها ما تروحيش توحشيني يا ام حبيبه ويوم الجمعه كمان انا اجازه وروحي بعد بكره، انما حرام خبط لازق كده. يلا يا كريم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يحييك، ربنا يخلي سيادتك يا فندم. اتفضل. سؤال بس معلش كده سريعا، هو انا حمايا لسه متوفي من تقريبا حوالي اسبوع. الله يرحمه. على ربنا يخليك يا دكتور. مش ملاحظين ان جو الحلقه كده كانه مترتب؟ يعني كله وفيات وقريبه ومواريث يلا خير الحمد لله. الله يرحمه. اتفضل يا حبيبي. فهو لسه متوفي من اسبوع، بس هو قبل ما يتوفى كان هو مبدئيا عنده 3 بنات وولدين، تمام؟
وهو جوز اربعه، جوز بنتين وولدين، ما عدا لسه بنت صغيره، وجاب شقه للولد. وبعد كده هو قال ان الشقه التانيه اللي هتيجي، ان هو كان عايز يجيب شقه تانيه لابنه التاني، بس ما قدروش ربنا يعني ان هو يجيبها. فقال ان هو لما هيطلع معاش ان شاء الله هيجيب شقه تانيه. طالع من الدنيا كلها. فهو يعني ربنا افتكره قبليها. ايوه. فطبعا هو مفيش ورث ولا في حاجه. هو المعاش اللي هيطلع هل يجوز ان هو ابنه التاني ياخده؟ هي بتبقى مكافاه اللي هي بتاعت المعاش دي. لا انا هقول لحضرتك، احنا جاوبنا عن هذا السؤال. تمام. ان ما ينفعش ابدا حد بدم الموت جه بقى من اللحظه دي كله ميراث، اللي خد حاجه نصيبه ورزقه. لكن مش هناخد حاجة من ريحة الميت زيادة لحد عشان كان هيتجاب له، دي أبدا ما تحصلش. ولكن كل واحد ياخد حقه بتساوي زي ما قلت لحضرتك، ويبقى على كل اللي موجودين، على الأرحام، على الإخوة، إنهم يتعاونوا مع أخوهم اللي ما جالوش حاجة ويجيبوا له ويساعدوه قدر الطاقة. بالتراضي يعني. يا فندم، شكرا يا كريم. ولو رضي يسيبوا له المعاش كله يسيبوه له لو في غنى عنه. معانا روحيه، ما اعرفش روحيه اصله قعد 40 سنه يقول لها يا بنت روحيه، كان صوته وحش جدا. انت روحيه، وهي طول ال 40 سنه تقول له يا عيون روحيه. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، هو ده عيون روحيه. كانش بيضحك. ايه مين قولي؟ فاديه. حاضر يا هانم، اتفضلي يا فاديه. هاني السلام عليكم، ازي حضرتك؟ والسلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الحقيقه هو انا جدي الله يرحمه كان جايب شقه لمامتي وجايب شقه. ده كله شقق النهارده الشقق كله الشقق النهارده. انا قلت اتصل. جدك كان جايب شقه لمامتك وشقه لخالي، وده يعني جاب شقه للبنت وشقه للواد اهو. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ويحسن اليه. وكاتب كل شقه باسمه. الله. أوه. طب يبقى ما جابش بقى حاجه. لا يعني هو جايبهم، والمفروض غير يعني ده غير شقته هو الاساسيه. ايوه، ما هو الثلاثه بقى باسمه. الثلاثه باسمه. كويس. بس قال دي شقه محمد وشقه ليلى. كويس، هناخد بكلامه ونعمل الكلام ده، مفيش مشكله، ده سهله. انما القانون مش هيعرف كده. القانون هيعرف ان امك هتاخد النص لما تعملوا اعلان وراثه، واعلان وراثه وهيقولوا كده يعني هتاخد امك النص بالنسبه لخالك. اتنين لواحد. طبعا الاتنين لواحد. لان ايه؟ لان جدك كان المفروض يكتب باسم البنت شقتها ويكتب باسم الواد شقته، ما كانش يحصل لخبطه. فلو احنا خالك طبعا اللي هيبقى عليه الدور في الموضوع ده ياخد الواحد بتاع اخته ويخليها اتنين، ويشوف الشقه اللي هي بتاعت الجد بقى اللي كان قاعده فيها الفاميليا كلها، وتتوزع ميراث مع الاشياء الاخرى طبعا. انا فاهمه قصد حضرتك. طب افرض هو مثلا ما يعني مش هيعمل مصمم يعني، يبقى ساعتها طبعا هو ياخد حقه، مش كده ولا ايه؟ طبعا ياخد حقه الورقي بتاع الورق والكانون، وياخد عقابه عند ربنا او يغفر الله له. لكن هو مخالف كده. طبعا. يلا العفو يا فندم. مع السلامه. صعبه قوي حكايه القانون والورق وده كذا وده كذا وده كذا. فدي منى. حاضر، قولي يا منى. ام ملك. حاضر، ملك قلبها وروحها. قولي يا ام ملك. السلام عليكم. دكتور. وعليكم السلام. صحيح سعادتك يا فندم. ربنا يسترك. الله يخليك. ملك عندها كم سنه؟ ملك استفسر على حاجه. ملك عندها كم سنه؟ نعم. ملك عندها كم سنه؟ لا دي ملك حفيدتي، عندها سنه ونص. يختي عليها، ربي يبارك. اقول ام ملك لانه بحبها قوي. ربنا يبارك يا رب. الله يبارك لك يا رب. واموريني سعادتك بس على الرؤى اللي بتتفسر. يعني بالظبط تقريبا يعني بالحرف. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني بتشوفي حاجه والحاجه دي تتحقق بالحرف. ايوه. والاحساس برضو يعني في احساس بيجي لما بحسه بحاجه بتحصل. انت ساكنه فين؟ انا ساكنه في القاهره يا فندم. فين منطقه فيها؟ في منطقه ميدان الجيش. ميدان الجيش. الله الله. فيعني يعني حلوه يعني حلوه ميدان الجيش. واولا هل هو ده يعني يبقى ايه؟ ونفس الوقت بتحصل لي حاجات من اشخاص ما بعرفش اكرههم، ما بعرفش اكره. يعني وبتجنبهم بس ما بعرفش اكره. يعني هم يستاهلون يعني عمايلهم تستاهل الواحد يكرههم، بس انا ما بعرفش اكره. ممتاز. بس فيعني يعني ايه هو ده؟ حاضر.
حاضر. ربنا يخليك. انا الله يسترك. انا اعشم يا جده. نعم نعم. ان حضرتك يعني تكتر من برامج سعادتك لان الواحد بيستفاد بيها كتير 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 وانا قاعده بسمعك عن ميراث. ده شرف ليا. الله يسترك يا رب ينفع بكل ما اقول. هي المساله بس مساله لو الواحد كل واحد يرضى باللي هو ربنا قسم له بيه. ايوه الدنيا كلها هتبقى حلوه. اكيد اكيد. بشكرك ربنا. انا اتعشم يا جده ملك ان تكون رؤياك التي تتحقق بالضبط دليلا على اكرام الله لك، وبالذات لما قلت لي ان انا ما اعرفش اكره حد. يا ده فايل وهقول لك بعد كده فايل تاني، اوعى تزعلي لما اقوله. يعني ممكن جدا يكون صدرنا ده فيه كل تقى وفيه كل نور، وبالتالي اللي احنا نشوفه مش اللي احنا نشوفه ده، انت تحسي على بعد. لان انا عملت بحث زمان قوي في الموضوع ده، مش في الرؤى والمنامات، لا. انا ليا كتاب اسمه تفسير اليقظه المنام. اليقظه عايزين نفسرها، مش المنام اللي نفسره. لكن ممكن او انا قلت بان كل السواد لما يروح عن صدر البني ادم بيدخله نور من ربنا، فالحجب كلها بتتكشف. يعني بدل ما فيش رين هنا وضباب وكآبة، هتلاقي الدنيا كلها مفتوحة. فممكن تشوفي وانت هنا اللي ورا البحار، اللي ورا الحدود دي. مواهب انا فسرت بيها كلمة سيدنا عمر المشهورة طبعا رضي الله عنه، وهو واقف على المنبر وسارية سيدنا ومولانا طبعا ابن حصن، بينه وبينه مسافات، وكان عمر بيخطب. فقال يا سارية، الناس اللي موجودين في المدينة ما فيهمش سارية، ده بيكلم قائد جيش بينه وبينه 800 ألف كيلو ولا حاجة، مسافة بعيدة جدا. الجبل الجبل. أنا قلت شافوا، لأن ما كانش عند عمر جدر من الضلمة، ومن قبله خبيب بن عدي وهم بيقتلوه غدرا الكفرة في مكة، قال السلام عليك يا رسول الله، اللهم اشهد بأننا بلغنا رسالة نبيك. في نفس اللحظة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم مع الناس، قطع كلامه وعمل كده، وعليك السلام خبيب قتلته قريش. الكلام ده ما جابوش بريد على جناح يمامة، ولكن ما فيش حجب، ما فيش سواد. فممكن جدا نشوف. نيجي نشتغل بالعيال زي الراجل اللي هو حنظلة، يقول النبي أنا لما أكون معاك بحب الآخرة والموت، ولما أروح للعيال أقول يا أبي حبي 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 موسى، بيبقى سواد الدنيا، ما ولا عايز اموت ولا الاخره دي محببه الي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له الكلمه الجميله وبعد ما قال هلك حنظله، قال له انت فكر انكم كلكم، مش انت بس، انكم كلكم هتبقوا دايما في الحاله اللي بتبقوا فيها معايا على طول، انما هي ساعه وساعه، دي طبيعه الدنيا. هم عند النبي بيحبوا الاخره والموت ليه؟ لان ما فيش هنا، انت قاعد مع النبي، يعني عليه الصلاة والسلام قعدتك في حد ذاتها عبادة، وممتثل للأمر ومستعد تعمل كل حاجة، واللي بيكلمك مش بتاع كتاب أصفر ورواية مكشوشة وعقل مضروب، اللي بيكلمك مصطفى المختار اللي ربنا اختاره ونقاه ورباه على عينه. فأنت شوف بالذات كنت عايز أشوف المتجوزين مثلا، لو واحد متجوز واحدة بيحبها مش بيحبها، بيحبها وهي بتحبه، مش بتحبه، بتحبه، أحلف يمين الله، يبقوا قاعدين على السرير وشايفين الكون والمجرات اللي في السماء، لأن مفيش سواد هنا، مفيش. هي مش بتحبه بقى، هي المرة دي بتهبه، وهو برضو بيدعي إنه بيهبها، فيهبوا بعض، يولعوا نار، النار دي تنعكس بدخانها وسوادها في قلوبهم، ما يشوفوش حاجة أبداً، ما
يشوفوش الا الطلاق والغضب، ويخبطها بالمج وتخبطه بالورده ويقولها يا تافهه بتخبطيني بالورده، ما انت شايفه حجر؟ عايز يخلص منها، عايز اي حد يقتله. السواد يحجب النور، وصفاء القلب يشيل الحجب. مبروك عطيه، لازم نحفظ ده. حاجه تانيه بقى، ان الرؤى قد تتحقق ولا فيه بياض ولا فيه اي حاجه. الكافر فرعون ابو اللعنه كلها شاف في المنام ان نهايته هتيجي على ايد ولد من بني اسرائيل، وقد كان وتحققت وهو كافر، وقال انا ربكم الاعلى. طب اخرج بايه يا جده ملك؟ بكلمه الامام مالك صاحب المذهب عالم المدينه، اللي جاله واحد وهو قاعد في الدرس والطلبه قدامه جايين من بلاد، وقال له انا جاي لك شفت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام. قال له خير عليه الصلاه والسلام؟ قال له قال لي يا واد يا محروس اركب وشق الجبال والبحار وسافر، ما تاخدش العلم الا من حبيبي ووريثي في العلم مالك ابن انس. قال له يا سلام، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك كده؟ قال له ايوه. قال له الرؤيا تسر ولا تغر. اقعد خد مكانك في الدرس واقرا واكتب وريني. مش بقى ايه يلا بينا احنا شفنا النبي في المنام، الله تيكي تيكي تيك تكتوك تكتيك. ده اللي يضيع الدنيا في دهية وضيعها من ايدينا، وهيفضل لسان حالنا يلح علينا ويقول لنا لا عربيه كيا وسواق، لا طب عربيه كر وسواق بتقول يا منى طب عربيه في اوكسي ماينس 1 ما فيش عربيه اسمها كده، لا طب حمار عفي، لا طب نعجه نركبها، لا كله لا لما نموت من طول. فاطمه وهيام وبسرعه، يلا يا فاطمه بسرعه. الو يا فاطمه، تبقى هيام اللي معانا. الو الو، الاتنين ما بردوش. طيب يبقى الرؤيا تسر ولا تغر. في ياما ناس عايشه على الرؤى على فكره، دي بنقول لها فوقي واصحي. الدين دين اليقظه. حتى انا النهارده سئلت في هذا الموضوع في جامع الشيخ غراب، وواحد بيقول لي انه واحده ست بتقول ان ابنها الله يرحمه مات، وجالها في المنام وقال لها يا ماما هاتي لي جلابيه. فقالت له هتعمل بيها عمره؟ قال لها ايوه يا ماما. فبتسالني هل انا اعمل عنه عمره؟ قلت لها لا، ما ناخدش ديننا من المنامات. وفكرتها وفكرت عموم المصلين في كبر القبه، حبيبت كبر القبه والحدائق طبعا، اشتغلت وانا عيل صغير هناك في مدرسه الايمان الخاصه، وكنت مدرس ناجح جدا وانا طالب لسه في الجامعه. فدي منطقتي بقى اللي قضيت فيها صبايا ولا شبابي ولا معرفش ايه، كنت 17 سنه. المهم قلت لهم اجماع علماء الامه على ان لو النبي جالك عليه الصلاه والسلام في المنام، النبي عليه الصلاه والسلام جالك في المنام وقال لك روح اعمل عمره، شوف انا بعمل ازاي عشان تنتبهوا، تقول الله يا حلاوه انا شفت النبي يا اولاد، من رآني في المنام فقد رآني عليه الصلاه والسلام زي الفل. لكن ما تعملش عمره. ده قال لي لا عبره بالكلام، اللي ما يعرفش الكلام ده يتوه بلد يتوه امه. انا اعرفه فين؟ في فيض القدير قبل الاخر بثلاث اسطر. وبحسن الوعظ تمتلأ كل قلوبه وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لا اوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحيه حتى القاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.